اتقوا الله. أنا ما نسيت ذلك المسجد الذي أغلق في فيلادلفيا، كان له نشاط جميل، فبسبب هذه الخلافات عطل ذلك المسجد وتركه الناس الطيبون. وأنا أذكر أن هذا المسجد منبر لنشر السنة، أنا كنت فيه قبل 10 سنوات، قبل 11 سبتمبر بأسبوعين. يأتي يفتيهم شخص ويقول عليكم أن تمنعوا فلان وفلان لا يدخل، وفلان 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 هم الذين أنشأوا المسجد، الأخ صادق والأخ سيف الله والإخوة هم الذين عنوا به من أجل تحذير شخص معين، فتنهم وكادوا يقتتلون. داود أديب دخل بالسلاح، صح ولا لا؟ تذكرون هذا ولا لا؟ ما تذكرونه؟ لما أفتاهم بأزمور، اسمحوا لي بالكلمة هذه، لما أفتاهم بأنه يجب أن تعزلوا فلان وتضعوا فلان، هذا غلط، غلط. أنتم تتقاطعون، يا أخي ارجعوا المشايخ الكبار، ارجعوا العلماء، ما هو يأتي واحد صغير يفتينا ويفرق جمعنا ويخلينا 20 صف ونحن أمام أعداء الله، ما يصلح هذا. المسجد عطل وصار وانتقل منه، راح عنها من أبو محمد لما شاف الصراع والشقاق، وعدد من الإخوان الطيبين كلهم تركوا وراحوا لولاية أخرى بسبب الشقاق، بسبب النزاع، بسبب فتوى من شخص لا يعد من المشايخ. انتبهوا يا اخوان، انتبهوا، ما كل من افتاكم تاخذون فتوى مسلمه. هيا الان الذين افتوا مجموعه، افتوا بالليبيين بانهم يجب ان يقفوا مع حفتر تلميذ القذافي، صح ولا لا؟ تلميذه الخاص علماني من العلمانيين وضايع، وضاعوا الليبيين، صاروا يتشابكون ويتقاتلون فيما بينهم بسبب فتاوى بعض الناس. انتبهوا، الفتوى ليست سهلة، ليست سهلة كل واحد يفتي تأخذون فتوى مسلمة.